وان هذا الشخص اللي هو الذي صار محاميا لامعا وشهيرا، هذا الشخص لا يتعرف على صورته على شكله في هذه الصورة القديمة جدا، وان الشخص الوحيد الذي يمثل الدليل بالنسبة له هو ايه؟ حسن. حسن صانع البهجة داخل هذه الايه؟ داخل هذه المجموعة، مجموعة الأصدقاء أو الرفاق اللي هم ممثلين لفريق الايه؟ ممثلين لفريق الكرة. لا يعقل أن أحتفظ بهذه الصورة كل تلك السنوات دون أن أكون موجودا بها. أميل أحيانا لنصيحة زوجتي بنسيان أمرها، لكن روحي تظل قلقة تحوم حول الصورة وشاغليها، فأعاود التدقيق في كل الوجوه الواقفين والجالسين علني أهتدي إلى ملامحي القديمة وأتعرف على نفسي. كلما حاولت تكبير الصورة تتباعد الملامح وتطمس معالمها فتتبعثر الذكريات. طيب هنا بنجد القصة بتبقى بعد كده عبارة عن مجموعة بورتريهات لتتناول شخوص هذه الصور. وبالتالي هنا الجملة اللي أنا بديت منها حول فكرة إن هل النص ده قماشة؟ النص ده قماشة لنص سردي طويل. ممكن يكون مبتدأه هو هذه الصورة، هذا البرواز، الصورة اللي بتضم فريق الكرة اللي كان في مركز الشباب، ولكل منهم حكايته، ولكل منهم البورتريه الخاص بيه. طيب، وساطة العقد في كل هؤلاء حسن. حسن الذي يعرف أشكال الجميع. السارد الرئيسي والشخصية المركزية في القصة وراويها اللي هو سارد من داخل الحكاية لا يتعرف على شكله. قديما حينما كان أنا في مركز الشباب كان هائش الشعر. يعني بيصف نفسه ب زي فاروق جعفر. بيصف نفسه الخطيب. بالكابتن محمود الخطيب. طبعا اللاعب الفذ في تاريخنا الحقيقة. بيصف نفسه هكذا. طبعا في تاريخ، في مدونة بقى هنا انت ممكن ايه تعود ليها من اللاعبين، فترجع مثلا لشطة وترجع على بقى واسع جدا. تمام، كل ده سمير فوزي بيعمل حاجة اسمها إحالات. إحالات هو ما بيتوقفش التوقفات اللي هي فيها ثرثرات فارغة ومجانية. يعني مش بقول مثلا يعمل لنا 50 صفحة يحكي لنا عن الغابة مثلا، يعني زي نصوص احنا بنشوفها، أو مثلا يقعد يعمل لنا 30 صفحة. مفيش الكلام ده، مفيش الاستطرادات الايه اللي هي الفارغة دي المجانية المترهلة. هذا الأمر بينتهي، لكن النص ينتهي هذه النهاية المأساوية. هذه النهاية المأساوية اللي هي بنت المنطق الواقعي للحياة وبنت المنطق الجمالي لهذا النص، لهذه القصة. موت حسن. حسن بكل البهجة التي كان يحملها، حسن واسطة العقد من كل أصدقاء هذه الصورة الجماعية لفريق الكرة في مركز الشباب في مدينة، يعني في مكان إقليمي قروي. هذا في حسن هذا الذي يخبرنا السرد أن زوجته تطلب الانفصال عنه، ضجت منه هو، بل إنه حينما حاول صديقه شوقي لمراودتها عن نفسها استجابت بعد ضغط شديد، وحينما همت بأن تدق عليه جرس شقته فرت وتراجعت. طيب احنا هنا امام عالم بيحيلك، يبدا من البهجه، من يبدا من الفرح وينتهي بالمأساوي. التيمه دي على فكره، التيمه دي، هذه البهجات العابره هي تيمه مركزيه لدى سمير فوزي في مفترق طرق، العالم كله مفترق طرق. كوفيد حيث في البيت ذاك افضل باختصار. كوفيد طبعا احنا النصوص او ده من النصوص الحقيقه الجميله اللي هي طبعا تعرفين الكتابات اللي هي بتبقى بنت لحظات فارقه في تاريخ البشريه،
الثورات الكبرى، اللي هي الأوبئة، الحروب، بتبقى النسق ده من الكتابة للأسف بيبقى نسق انفعالي في الغالب، يبقى النسق ده في الغالب نسق انفعالي، قليلا ما نجد نصا ايه جيدا في هذا المسار. في قصه كوفيد احنا امام نص متماسك في الحقيقه. النص ده شخص نتيجه لشيوع الكوفيد فهو يتحسس راسه من الجميع. هو يخشى من الجميع، يخشى من مداعبه زوجته لان انفها احمر ورغم انه يشتهيها للغايه، يخشى من ان يذهب الى مطعم لياكل، يخشى من ان يجلس معه، كل الامكنه، لكن في النهايه يستجيب الى منطق الحياه ويصبح ويجد وما رضيش يشيش بالمناسبه. ما رضيش يشيش والكشري في البيت ذاك افضل، وكانه في البيت ذاك افضل. طب بس في مشهد، مقطع لابد، مشهد الشيشه ده هاني مانس طبعا راجل شديد الذكاء، في اربعه وشديد التشيش. بصوا بقى في صفحه 74 الاستاذ سمير فوزي، ارجو ان تتمنى النص يبقى موجود مع الاصدقاء. مثلا بص، كانوا هذه المقهى هادئه فالارح قدماي، هو كل ده في جولته عايز يلاقي مكان يخرج من الكوفيد يا استاذ. كانوا يجلسون في دائره، الشيشة تدور بينهم والدخان يخرج من أنوفهم، يتبادلون نكات جنسية يضحكون جميعا، ناولني أحدهم الشيشة، كنت أقول لهم إنني جائع لكنني التقطتها من يده، قربتها من فمي، فتذكرت أن إصابة أحدهم تجعل حتمية إصابة المجموعة مؤكدة، عدتها إليه معتذرا وخرجت. طبعا هنا بنتكلم عن، هو هنا الأستاذ سيبه كده ما دخلش مقهى. او يعني ايه علاقته بالمقاهي؟ مش وثيقه ليه؟ ايوه، لان ده ليس مقهى، هو بالتكوين ده اللي بيتكلم عنه ده مش مقهى طبعا، ده حاجه ثانيه. ليه؟ لان ما فيش مقهى على الاطلاق، واحنا كنا في مقهى. ما فيش مقهى على الاطلاق، هو ما فيش المقهى ليس هكذا، كل واحد يدخل او كان يدخل فهو بيدخل الشيشه بمفرده، انما النمط اللي حضرتك بتحكي عنه ده نمط ده. طب المشهد هنا ايه بقى؟ دي حاجه وانا برضو اتمنى في الطبعه الجديده للمجموعه انتبه لهذا المشهد. المشهد ده هنا مشهد ابن الايه؟ ابن السرديه الجاهزه، ده مشهد جاهز. يعني مشهد على غرار ايه؟ الافلام، هذه مشهديه جاهزه. فطبعا مشكله لان ده سياق اخر غير الموجود في الايه؟ وغير المعسل كمان، طبعًا يعني ممكن حاجه تاني. وركز انت في القصتين الاخيرتين، العري وللذكرى طبعا.